طياره بكورتي، خريجه اكاديميه بحريه، ظابط اول ملاحه، وقريب قوي هبقى قبطان. هو لا ايه هو اللي لا؟ مش مرتبط، مفيش حد في حياتي. بوفر عليك الاسئله اللي انت مش عارف تسالها. طيب لما مقابله بابا عايزني انا اخد لك الميعاد ولا هتعمل كده لوحدك؟ مش عايز تنجز ولا ايه؟ بالعكس، ده انا عايز انجز جدا. قلبي وكيل عليك. انا وخالد انتوا ورطين في مصيبه كبيره قوي. انا الاوان بقى ان انت تعرف كل حاجه، وانا كمان ضميري يرتاح. كانت حامل منه، هتتحبس ويا رب تتلطى معاك. احنا مفيش بينا كلام، احنا في بينا محاضر وحساب. باشمهندس يوسف هو اللي مقدم فيك البلاغه يا مدام. اول ما يسافر هجي لك على طول. عايز احطهم هما الاثنين في السجن. الراجل ده معاه ادله تطيقنا. انا اللي عندي كتير. هو انت بتبدي ابن اختك عليا؟ ببدي ابوك عليكم كلكم. كل اللي عندك وبلاش لف ودوران. انا اصلا ما بقاش عندي كلام اقوله. يوترن يوميا 10:30 مساء في رمضان على قناه مصر الاولى.